السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب من الشرق الى الغرب، بلا ما ننسى خوتنا اللي في الغربه. حبيت نعرف حاجه واحده، علاه هذا الكره كله لرياض محرز؟ لماذا يكرهون رياض محرز؟ واخص بالذكر الثنائي دي بروين اللي دائما لما يخرج يغضب. العام اللي فات دار حاله كبيره ودار زوبعه كبيره كيفاش يتم استبداله. نفس الشيء لسيرلينغ اللي معروف نوعا ما بانانيته. قبل ما نتكلم على مقابلة اليوم، شيء فظيع اللي راهو يحدث داخل صفوف نادي مان سيتي بين اللاعبين والتكتلات اللي تكلمت عليها سابقا، اليوم شفناها جلية واضحة. رياض محرز وحده، لكن الأنانية الزايدة شفناها الصوت والصورة. رياض محرز اليوم دار مقابلة كالعادة في مستويات متصاعدة، بعد ما أدرك غوارديولا باللي الخطأ الكبير والفلسفة الزايدة بسبب إخراج رياض محرز وبعض الكوادر خاصة دي بروين، عرف أنه أخطأ فقام بإشراك رياض محرز. اليوم رياض محرز مراوغة من أروع ما يكون، مراوغة للاعب شيفيلد يونايتد الذي لم يعثر عليه. لاعب شيفيلد يونايتد لم يعثر عليه، مدافع شيفيلد يونايتد لم يعثر عليه، مقابلة دارها رياض محرز من أروع ما يكون. لا، رغم أنه شيفيلد يونايتد كان متحفظ دفاعيا ولعب مغلوق، لعب مغلوق، لكن رياض محرز دائما بعبته بفنيته برؤيته الواضحة لأرضية الميدان، بالنظرة الثاقبة نتاعو، بتمريراته الساحرة قدر يصنع الفرق. على في البداية تكلمت على العنصرية ولا على كره رياض محرز من قبل بعض اللاعبين. في البداية أول ما بدينا قلنا دي بروين وسيرلينغ لا يمررون الكرة لرياض محرز. بالفعل اللي شاف مقابلة شيفيلد يونايتد يعرف كل شيء، خاصة في الشوط الثاني. في الشوط الثاني واضح جليا سيرلينغ من الشوط الاول للشوط الثاني. الشوط الاول كان لقطه رفع يديه للزوج رياض محرز وحده، وجه لوجه، فاص رياض محرز وجه لوجه، لكن سيرلينغ هو سيرلينغ، رحيم سيرلينغ هو رحيم سيرلينغ، لا يمرر، تضيع الفرصه، يضيع الهدف ولا امرر لمحرز. في الشوط الثاني شفنا دي بروين، الوجه الثاني لدي بروين. دي بروين ايضا نفس الشيء، الانانيه الزايده وصلت به الامر انه مخالفه لرياض محرز بالمقاس من الجهات المحببه لرياض محرز ولا من الجهه المحببه لرياض محرز، اختصاصي رياض محرز، ارفض وسددها انا شيكار. كنت نقول عندي عام واش كنت نقول كاينه تكتلات ما كنتش نخرج. العام اللي فات في الكارلين كاب ولا في كاس الرابطه الانجليزيه لما سد غوارديولا دي بروين نهض القيامه ودار حرب كبيره دي بروين، من بعدها دي بروين عاد ديما اساسي. المره هذه خرج منرفز، خرج في الدقيقه 65 ولا 66 كان خرج منرفز، مقابله هذه اساسي. ان شاء الله نتمناه يبقى رياض محرز ايضا اساسي، رغم اني عندي شكوك وتبقى دائما الشكوك هذه في محلها ان المقابله الجايه ما يكونش. لماذا سيرلينغ اخرجوا غوارديولا؟ لماذا سيرلينغ تم اخراجه من قبل غوارديولا؟ لان سيرلينغ لعب 90 دقيقه في المقابله اللي فاتت و48 ساعه لعب مقابله، لازمته الراحه، سينو رايحين لميسك اللي يتفلقوا، راح ينهك. مقابلة جاية ضد ايفرتون قالها ثلاث ايام، لازم سيرلينغ يرتاح، برناردو سيلفا يرتاح، وعنده انذار باش الناس بعد تقول علاش هاو خرج سيرلينغ هاو خرج برناردو سيلفا انت تزيد فيها. كل شيء نعطولو حقه، برناردو سيلفا عنده بطاقة صفراء لازم يخرج، والا تلعب سيتي ب 10 لاعبين ويتكرر سيناريو ولفرهامبتون الأولى. ثانيا برناردو سيلفا لعب مقابلة كاملة وزاد لعب مقابلة 48 ساعة، زاد لعب مقابلة تاع شيفيلد يونايتد، إذا لازم يرتاح، يعني في زوز
في زوج حوايج لازم يرتاح ولازم يتفادى البطاقة الحمراء. ستيرلينغ لعب مقابلة لي كاملة ومقابلات اللي كان فيها خارج إطار أوت دائما يلعب أساسي، ولعب المقابلة اللي فات أساسي و 48 ساعة لازم يرتاح، لازم يرتاح. إذا أغويرو هذا هو راجع من الإصابة، لازم يعطيه شوية راحة. أما إبقاء رياض محرز فهو منطقي لأنه ما لعبش مقابل فات إلا شوط واحد. المقابلة الجاية مع إيفرتون نتمناه إن شاء الله، إحنا ماذا بينا نتمناه نشوفوا رياض محرز أساسي. الشيء اللي مأكد منه أنا بحكم يعني شفت العنصرية تاع غوارديولا ما عندهاش علاقة بأرتيتا، إنه غوارديولا نتمنى إن شاء الله المقابلة الجاية ما يخيمش ظني ويلعبوا أساسي. رغم اني عندي شك قلت لكم يا اما يلعب احتياطي من بدايه المقابله ما يلعبش اساسي، ولا يلعب شوط وشوط ثاني ما يلعبش. هذا هو غوارديولا، نتمنى ان شاء الله يخيب ظني ويلعب محرز اساسي من بدايه المقابله لنهايه المقابله. نعرفوا الصراحه التمريره السحريه اللي داها رياض محرز دي بروين ما دارهاش ستيرلينغ، ما دارهاش اللاعبين الاخرين، ما دارهاش اغويرو. إذا نهضروا الصراحة، رياض محرز السيتي كفريق نهضروا الصراحة لما يلعب أساسي هو اللي يرفدها، هو اللي يصنع الفارق، هو اللي يفوز. اللاعب اللي يفوزك ولا اللي يربحك المقابلات علاش تديرو في الاحتياط؟ علاش نديرو في الاحتياط؟ أنا المدرب، أنا المسؤول، ماهوش أرتيتا المسؤول. هذيك ميساج رد يعني الناس تقول أرتيتا هو السبب، انا المسؤول، انا هو بيبو غوارديولا، انا اللي راح اتحاسب مش ارتيتا اللي اتحاسب. عندي اهداف نربح بها المقابلات خليها احتياط، مش منطقيه، مش منطقيه. ما يضغطش عليا مع المساعد تاعي، انا اللي اتحاسب مش اتحاسب المساعد، انا اللي اتحاسب، انا في فوهه البركان، انا في فم المدفع. ارتيتا ما عنده مدخل، منطق لوجيك، نحضر شويه بمنطق برك. المسؤول الأول والأخير هو المدرب وليس مساعد المدرب، هاي منطقة. إذا رياض محرز كالعادة، كالعادة سوبر ستار، كالعادة رياض محرز ثاني أحسن لاعب، والمفروض يكون هو أحسن لاعب. 8.2 اللي داها رياض محرز كان يكون هو أول أحسن لاعب، ما يكونش ثاني أحسن لاعب. التمريرة اللي عطاها لدي بروين والاهداف اللي كان فاس على فاس ما حبوش يمدوا له الكره، كي دي بروين كي ستيرلينغ في زوج كان قادر يقضي على المقابله، مراوغه وحده تكفي، باس ديسيزيف تكفي، مي الله. المهم حنا واش يهمنا الفورما، الفورما اللي راه في تصاعد، الفورما تاع رياض محرز اللي راهو لاعب في تصاعديا، المستوى تاعو يتصاعد في في منحه تصاعدي، في منحه تصاعدي. هذا هو رياض محرز، هذا هو رياض محرز اللي قالوا لنا شي ناس باللي غوارديولا غلط كي جابو. نعم، لأن رياض محرز غلط كي جابو، لأن محرز أكبر من السيتي. نقولها بكل فخر واعتزاز، ماهيش داخلة في العاطفة والشعبوية. رياض محرز أكبر من السيتي. بالفعل رياض محرز يستاهل، نادي أكبر من نادي العواجيز سيتي، نادي فرناندينيو وجماعته. حقيقة، حقيقة مرة مشتوهاش الناس مي يهدروها. رياض محرز لاعب من طينة الكبار، رياض محرز فنان، رياض محرز مبدع، رياض محرز الفن، متعة كرة القدم. صدق من قال أن محرز فنيا أحسن بصلاح من صلاح بمليون مرة. اللي قالها ما غلطش، اللي قالها ما غلطش. صدق من قال أن رياض محرز أحسن فنيا من محمد صلاح بمليون مرة. بالفعل، بالفعل رياض محرز فنان، يخليك تتمتع بكرة القدم، تستهوي تشوف، تشوف حد تشوف وش يدير الفنيات. منطق اللي يحب يشوف كرة القدم واللي يحب يشوف المتعة يروح يشوف رياض محرز، وليس كشعبوية ولا كلغة شعبوية ولغة الخشب والعاطفة و و و و منطق. إلا حباغي تشوف كرة القدم تستمتع بفنيات روح شوف رياض محرز.
بالمختصر المفيد. فالأخير ختم ملاقاتنا مع مجموعة من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.